اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم يا استاذه رشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا وقف في عرضك وحياه ابوكي، وكلمتك من شهر 8. انا بايع بيت، وانا بايعه وعزالي فيه. الميعاد كان 15/10 اخليه للناس واخد الفلوس الباقيه. راحوا خدوا الفلوس، راحوا خدوا العقودات من الراجل الامين وادوا 10,000، وانا بره انا وعيالي بننام عند قرايبنا، 4 بنات وامهم. طيب. وانا عايز اجيلك بالمحاضر عندك ووريك اسم الامين واسم كل حاجه، المحكمه بتأدي. طيب انا نايم في الشنوي يا زلمه، 100,000 اللي رايح. طب استاذ محمد، ممكن تبقى معايا بس ثانيه واحده؟ ارجو بس انك ترجع لزميلي الاستاذ وليد وتسيب رقم تليفونك، واوعدك والله هكلمك لو سهران او بكره الصبح هكلمك. ممكن تسيب رقم التليفون؟